جماهيري كبير لم يشهد له مثيل، خرج فيه مناضلو ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ والأحزاب المتحالفة معها من كل فج عميق من كل القرى والمدن والأرياف المتاخمة لمدينة أبشة العريقة حاضرة إقليم والداي، مرشح التحالف ومرشح النماء وتشاد الحديثة المشرقة إدريس ديبي إتنو عرض برنامجه السياسي لمناضلي ومناضلات الحركة في دار والداي والتي خرجت بكل ألوانها وتعهد أمامهم بأنه سيحل مشكلة المياه تماما في هذه المدينة العريقة. قال أنا قال عمين وربنا ساعدني مشي للمويه ده عم باكر طنسو زي ما نسيتو زمان عبيش دراجم فجر تقوم عشينا كلها كيف فوق ده عجاي ده كمل كان نسيتو زي أنا ما يكون مشي ده طنسو اليوم إن شاء الله. كما عرض مرشح التحالف برنامجه السياسي المتمركز في تنمية العالم الريفي والنهوض بالمرأة والشباب. الثاني شايفه كلمت كثير فيما يخص الشباب والمرأة التشاريع عندهم يعني برنامج خاص في 5 سنين الجاي، كلمت في الجميع ومكتوب بالعربي وبالفرنساوي في برنامج السياسي البعنين يقسموا لكم تقدر تقروا بالعربي وبالفرنساوي. مرشح التحالف وتشاد الحديثة المشرقة إدريس ديبي إتنو وعد أيضا بأنه سيعمل على فك عزلة مدينة أبشة بالطرق وبناء الجسور بهدف ربط مدينة أبشة بكل المدن المتاخمة لها. الطرق الطريق فيها بربطكم ما عندنا، لكن دايرين طريق بربطكم مع جيراننا السودان، وطريق ده مولينا اليونان 100%، ودايرين نعمل ارتباط في خدمات على الطريق ان جميع ادري يهمه في 2016. واخيرا طلب مرشح التحالف من جميع المناضلين واحساب التحالف بان يعملوا على حس المواطنين من اجل حمل بطاقة الناخب والخروج بكسرة في يوم 10 افريل المقبل، والتوجه نحو صناديق الاقتراع واختيار مرشح التحالف والتنمية إدريس ديبي إتنو. يلا